تقول إنها كانت من قبل تغتسل من الحيض بعد مرور 6 أيام عليها، وقيل لها إن الصفرة من الحيض، ولكن ينزل مني طول الشهر إفرازات صفراء فلا أعرف التفرقة بينها وبين الصفرة، فمتى أغتسل وهل أتحفظ أم لا؟ ابني على الأيام 6 التي تنزل عليك الدماء فيها، أما الصفرة والقدرة بعد انقضاء أيام الحيض فلا اعتبار لها. فالصفرة والقدرة بعد الحيض، بعد انقضاء زمن الحيض، وقبل الحيض لا اعتبار لها، والله أعلم.